يعني مشكلتنا احنا كمصريين مش لاقيين اي حاجه تفرحنا، فاحنا كلنا مسكنا في الكوره عشان نفرح بس. يلا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله احنا وصلنا لمرحله كويسه، وصلنا للنهائي، دي حاجه كويسه، كان نفسنا نفرح بس يلا خير الحمد لله. ماتش وحش جدا جدا جدا، ما فيش حد بيلعب تقريبا، ما كانش في غير محمدي اصلا، احمد فتحي بس اللي بيلعب، بس ما فيش اي حد. الشوط الاولاني كان رائع، الشوط الثاني كاننا ما كناش موجودين. كان 10 لاعبين معارفين لان هو ما عندوش حد ثاني يعني. اللعيبه وانا بتكلم على حسسنا قبل كده لما كنا في مواقف في بعض الاوقات اللي جايه حسسنا كوبر الحقيقه بحاول ايه